أرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباه. أعزائي المشاهدين، السؤال دائما ينطرح، ليش المدمن يتعاطى؟ ليش يبدأ؟ ليش الإنسان يصير مدمن؟ ليش يبدأ في التعاطي؟ طبعا هذا السؤال ما في إجابة واحدة حقه، ولكن بعطيكم احتمالات، والاحتمالات هذه كلها أكيدة، يعني هذه الأسباب أمثلة ونماذج على الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الشخص في التعاطي وبالتالي إلى الإدمان، إساءة استخدام المواد وبالتالي إدمانها. الفضول، خلنا نأخذ الفضول كمثال. طفل مندفع، عنده ميول عدوانية، عنده حب التجربة، لم يتعرض ولا يتعرض إلى العقاب، ولو تعرض إلى العقاب عنده طريقة للتخلص من هذا العقاب، وعنده طريقة لتقبل والتكيف مع هذا العقاب، أو العقاب يكون مو بالطريقة المناسبة للخطأ اللي هو قاعد يرتكبه وهو طفل أنا أتكلم، فهذا من الطبيعي أنه هو يأمن العقوبة في المستقبل ويعرف مداخل ومخارج الالتفاف من عقوبة الوالدين إذا ارتكب خطأ، بالإضافة أنه ما عنده قدرة على تأجيل رغباته وألعابه وككاوة وحلاوة ونومه وقعدته، فوضوي وبنفس الوقت جريء. أي طفل في الدنيا من الطبيعي أن يكون خياله واسع ويسعى دائما إلى تطبيق هذا الخيال على أرض الواقع، فلما يكبر شوية وهو مارس هذا الفضول لحد ما أصبح جزء من شخصيته، مخه تبرمج على هذا الفضول، مر ناس قعد شاف سمع، واحد حشش، واحد شرب خمر، واحد سافر، راح بار، راح مدري شنو، يلا خلينا نجرب شو ورانا. خو أنا أعرف شلون ألتف من العقوبة، خو أنا أعرف شلون أنا أتحمل العقوبة، عادي وكل شيء أنا جربت، فليش ما أجرب؟ يروح يجرب. هو لا يعلم أثناء التجربة ومن قبل التجربة، هو لا يعلم أنه يمكن يعاني من فرط حركة، ما يدري، هو لا يعلم أنه يعاني من سلوك اندفاعي وسيكوباثي وقاسي وعدوانية، لا يعلم. ولما جرب وأخذ المادة اللي أخذها، أيا كان نوع المادة، خاصة المواد المثبطة مثل الحشيش والمؤثرات العقلية والهروين والكحول، ثبطته بمعنى هدته، خلته يصير هادي، أخ صار هادي ومتأني ومرتاح البال، إذن تلقائيا راح يكرر هذا السلوك، وكأن لقى الحل حق العفرة اللي كان يسويها وهو صغير طول فترة حياته، يستمر في التعاطي. هذا نموذج أو مثال على أسباب أن الإنسان يتعاطى ويستمر ويتحول إلى إنسان مدمن. طيب نأخذ نموذج ثاني، طفل عنده تقدير ذات متدني، بالكويتي بالعامي طايح من عين نفسه، مو شايف نفسه شيء، شايف نفسه أقل من الآخرين، هذول جريئين يروحون يردون ومستانسين وواثقين من نفسهم، وهذا يقدم برزنتيشن في المدرسة، وهذا يسولف مع الناس، وهذا بالإذاعة المدرسية يحيي العلم، ويعني جريئين، أنا ليش مو مثلهم؟ هذا الطفل يعاني من قلق أو يعاني من رهاب اجتماعي أو يعاني من قلق اجتماعي، وهو لا يعلم وأهله لا يعلمون. كبر شوية قعد مع ناس 5 10 يتكلمون بثقة إنه يلا مشينا شربنا، يلا وراحوا شاليه بسن المراهقة، ولا راحوا مخيم، ولا أي يعني اللي هو يلا فوقه، وشاف 4 5 طلعوا مخدر ولا كحول وقاموا يشربون، وكأنهم قاعد يشربون ماي ويتصرفون في عفوية، وهو قاعد معاهم مثل المغفل يحس نفسه، فعلشان يتفادى الشعور بأن مغفل وبأن أقل منهم يسوي نفسه يعرف أو يسوي نفسه جريء، ويقوم ياخذ معاهم. يرجى الانتباه بعد الفاصل
بقول لكم شنو يصير بهذا النوع تحديدا. خلكم معنا. هذا النوع عزيزي المشاهد من أخطر الأنواع بالإدمان، لأن هذا النوع الشعور اللي ينتابه بعد ما يتعاطى المادة شعور معاكس تماماً للمشاعر المؤلمة اللي كان يحسها. هو كان يحس أنه هو تقديره لذاته طايح من عن نفسه، ويحس نفسه أقل من الآخرين، وإنسان كذي يعني يشعر بالدونية. لكن مجرد ما يتعاطى، التعاطي بطبيعة الحال يخليه معنوياته ترتفع ومزاجه يرتفع وجرؤته تزيد ومكانته عند نفسه. يعني ترى تلاقي المدمن يقول لك، يعني تلاقي سيارة من غير مكيف، حر قيض موت، قاعد يتمشى بالشارع وكأنه ملك زمانه. ليش؟ لأن المزاج داخل مخه ومو حاس بالعاف. تلاقيه يعيش ويتكلم معاك كأنه سلطان زمانه، وهو ماكو شيء على أرض الواقع، وهو مكتفي في الحالة المزاجية اللي هو فيها. لذلك هذا خطر، لأن هذا راح يستانس على المادة لأنه عطته. يصير علاقة بينه وبين المادة، علاقة حب يصير بينه وبين المادة احنا نسميها، لأنه عطته الإحساس اللي كان يبحث عنه من زمان وما كان لاقيه ولا عارف شلون يلقاه. هذا كذلك يستمر في التعاطي. هذا نموذج آخر. نموذج كذلك ثالث، أي شخص ما عنده هذه الجرأة ولا عنده هذا الشعور بالنقص، لكن ما يعرف يقول حق نفسه لا. بالعربي دلوع، مدلل، كل شيء يبي متاح، كل شيء يبي موجود، ما يعرفون يقولوا له لا، ما يبون يكسرون خاطره. مسكين ايدنا حبه، انا بنكسر بخاطره، شنو تبي يا ولادي؟ نجيب لك اياه. شنو تبي يا ولادي؟ نسوي لك اياه. ما يعرف، اصبر، ماكو، ما يعرف. كلمه صبر، كلمه ما يصير، كلمه لا، كلمه غلط، ما يعرف. هذه مو في قاموسه التربوي. يروح سوق حره في اي مطار في العالم، شاف والله شنو يبيله، نجرب، طق له بطل بطلين من السوق الحره وراح جرب، لانه مو متعود يقول حق نفسه ستوب، مو متعود يقول حق نفسه لا. في طبيعه الحال ان الكحول تؤدي الى حدوث مزاج يعني مؤقت مزيف بالسعاده، مزيف ومؤقت بالسعاده، لان السعيد ما يحتاج يشرب، هو اوريدي سعيد، ايش بتسوي لي الكحول؟ يعني انا سعيد مستانس، انا خلقه مستانس، ايش حق انا راح اشرب؟ ايش بيزيد لي بالوناسه؟ فهو يشعر بالسعاده المؤقته المزيفه. اوه والله نفس الكاكاو، وناسه، نفس الحلاوه اللي ما علموه يقول حق نفسه لا. نفس الالعاب اللي لما يقول ابي ودوني الالعاب يودونا، الحين اف عليك تامر، دق على السايق يلا اخذ ولدي ولا بنتي وودها الالعاب وانا اروح معاها، واللعبة اللي تبينها تشترينها، واللعبة اللي تبينها تركبينها. فما تعلم انه هو يقول حق نفسه لا. فهذا الشيء يونس، انا بعيد تكرار هذا الشيء مرة مرتين ثلاثة خمسة عشر مرات الى ان يصبح جزء من جسمه وما يقدر يبتعد عنه. اعزائي المشاهدين، هذه ثلاث نماذج على الاسباب التي تؤدي الى وقوع الشخص في إدمان المخدرات والكحول. سؤالي لكم، هل أنا جبت سيرة أسرة مفككة؟ هل جبت سيرة طلاق؟ هل جبت سيرة قسوة في التربية عنيفة؟ ما كلش. هل معناتها أن الطلاق والأسر المفككة والعنف الأسري قد يؤدي إلى الإدمان؟ نعم قد يؤدي إلى الإدمان، ولكن ليس هو السبب الوحيد لوقوع الشخص في الإدمان. لا، ترى في مليون سبب، ولا أصدقاء ولا ما أدري، ترى في مليون سبب. ما يصير نحط في مخنا سبب واحد ونعتقد أن هذا السبب طالما أنه مو موجود يعني ما يصير ولدنا راح سوينا له وقاية من الوقوع في الإدمان. لا، يمكن عطائك الزايد عن اللزوم يخلي ابنك يقع في الإدمان، يمكن اهتمامك الزايد عن اللزوم يخلي ابنك يطيح في الإدمان، يمكن الفلتان اللي انت معيش عيالك فيه يخليهم يقعون في الادمان، يمكن عدم تهذيبك لرغبات ابنائك يخليهم يقعون في الادمان. اعزائي المشاهدين، توعية بسيطة لانفسنا.
مراجعة بسيطة بطريقتنا التربوية للأطفال اللي عندنا في البيت. خلي يكون عندنا شوية من أهداف العلم التنبؤ، أن أنا أضبط السلوك أو أتنبأ لأضبط السلوك، أقدر أنا أعرف شنو اللي قاعد يصير، الفهم للتصرفات، وبالتالي أتنبأ مدام صار كذي يعني احتمال كبير أن هذا لما يكبر يسوي السلوك الفلاني، تفاديا لوقوعه بهذا السلوك أنا أضبط، أسوي وقاية من وقوعه في مرض نفسي معين أو في مخدرات أو كحول أو يعني سلوك انحرافي بشكل عام. ففهم بسيط لمفاهيمنا التربوية، لأفكارنا، لقناعاتنا التربوية اللي قاعدين نمارسها مع الأطفال، ونتخيل كذي هذا الطفل إذا أنا قاعد أمارس معه هذا التصرف التربوي حاليا شنو راح يصير في المستقبل؟ جي شوية، خمس دقائق، عط نفسك أقل من خمس دقائق وقاعد تفكر كذي، تخيله وهو كبير ومتعلم هذه الفكرة اللي أنت الحين قاعد تعطيه إياه، شو راح يصير شكله وهو كبير؟ شو راح يصير تصرفاته وهو كبير؟ لو راجعنا أنفسنا بهذه الطريقة راح نتفادى الكثير من المشاكل النفسية اتجاه أبنائنا في المستقبل. يعطيكم العافية.